مكملين بباقي فقراتنا. كنا عم نحكي بالفقرة الأولى عن فوبيا الخوف، وبآخر نصيحة قال ضيفنا قال أنه الزيادة بالفوبيا والخوف ممكن يودي للأدوية النفسية وأدوية الاكتئاب، وهذا الشيء أكيد حيكون تأثيره كتير سلبي على الناس للأسف. وبهذا الواقع المعيشي وبظروف الحياة، حالات الفقد وكتير من الصدمات اللي متعرض لها بحياتنا ليلى، ممكن كتير من الأشخاص يلجأوا لهي الأدوية، يروحوا للأدوية النفسية لأدوية الاكتئاب، وكأنه هاي الأدوية حتكون بمثابة عصا موسى لحل كل المشكلات، لحل المشاكل الاجتماعية المعيشية الاقتصادية. ولكن للأسف يعني نحن بنكون عم بتروح بجهة، ولكن تأثيرها حيكون سلبي جدا على كل النواحي. صحيح رشا، يمكن في ناس بتاخذها بموجب وصفه طبيه، لكن بعد ممكن تنعطى لمده معينه وصف الطبيب، بس اشخاص ما بيراجعوا الطبيب، بيضلوا نحن عم نرتاح على هذا الدواء، يلا بنضل مكفيه، ممكن يكفيوا فيه لفترات طويله، بحسوا انه هون ما بقى يقدروا يعيشوا بلا هي الادويه، يعني نحن تعودنا على هذا الدواء. صحيح. يمكن اذا تركناه رح نعيش بحزن، ما رح نقدر، هو مجرد هروب من الواقع، لكن ما بيدركوا حجم الاثار السلبيه والجسديه وحتى العقليه اللي بتتركها هي الادويه. لنضوي اكثر على هذا الموضوع، معنا اليوم ضيفنا وهو الصيدلي محمد عاقل. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباحك حكيم واهلا وسهلا بحضرتك. ما بين الاستخدام العشوائي وعدم المراقبه من كان من الطبيه او الاهل، اليوم عم نروح على خلينا نقول طرق كثير بشعه، وخاصه على جيل الشباب. ومثل ما قلنا ظروف وسنوات الحرب كانت يعني جدا قاسيه، وهي الادويه صرنا نشوفها اليوم، يعني ما فينا نقول انه هي غريبه عندنا يعني للاسف. يعني خلينا بدايه نعرف بالادويه النفسيه وادويه الاكتئاب. هلا الادويه النفسيه بتتصنف لكذا قسم، ادويه مضادات الاكتئاب درجه الاولى، مضادات الذهان، مثبتات المزاج، حالات القلق، واخر شيء عندنا هي الادويه المنشطه. كلهم هدول الادويه يعني بتتفاوت تاثيراتهم الجانبيه وتاثيراتهم المنيحه بين الجيد للسيء جدا. بس يعني كمضادات اكتئاب مثلا تحت اشراف طبي، هي شغله خليني اقول انه هي اهون الشرور. كونه دواء فهو كيمياء له اثار جانبيه، بس كمان نفس الوقت اهون الشرور، يعني كاثار جانبيه ما له ادمان، ما له. بس اذا طلعنا اكثر من هيك مثل ما صرنا هلا عم نشوف نحن على الوصفات الطبيه، انه لا عم يكون في اتجاه باتجاه الادويه المورفينيه خلينا نسميها، مثل البنزوديازيبين، مثل المورفينات بشكل عام. وعم يصير في استعمال عشوائي بصراحه لهالموضوع. ايمتى بيلجا الطبيب لوصف هيك انواع من الادويه؟ كيف تكون الحاله يعني؟ هلا نحن اذا لجانا لطبيب مختص وشخص اكتئاب ممكن يلجا مباشره لمضادات الاكتئاب، وهذا الشيء انا يعني انا بالعكس بشجع عليه، انه اذا لا اذا حاسس انه عندك اعراض من اعراض الاكتئاب اخي لا روح. بس له مده معينه يعني، ما بقى انه لازم يستخدم بطريقه عشوائيه. بنلجا للطبيب، الطبيب بيحدد لي المده، بضل بيراقب المزاج، فممكن تلاقي انه في تحسن بالحاله المزاجيه للشخص، وبالتالي اخذ فائده من الدواء، وبنفس الوقت ما في ضرر. بس مو بطريق يعني، ما بقبل انا مثلا من طبيب عام انه يوصف مضاد اكتئاب او يوصف دواء نفسي. انا بصيدليتي بتجيني وصفه من طبيب عام، طبعا احترامي للجميع، بس كل واحد له اختصاصه. ما بقبل انا بصيدليتي تجيني وصفه من طبيب عام انه كاتب لي عليها دواء مهدئ. لا، مرفوضه من عندي، ما بقبل اصرفها. وما بدي لك بصير علي مساءله من النقابه، لا ما في مساءله كونه وصفه طبيب نظاميه، بس هذا ضمير يعني خليني اقول انه يوقف، لا تصرفه طبيب عام، هذا في مشاكل يعني هيك برايي الشخصي. طيب خلينا نروح للتاثيرات الصحيه العقليه الجسديه، التاثيرات الاجتماعيه، يعني اليوم هذا الانسان هو مرفوض اجتماعيا من الناس، يعني وقت بدنا نعرف انه فلان عم بيروح للادويه النفسيه بتحس انه في بعد عنه من المجتمع، فهدول النتائج هيك خلينا نروي عليه هون. هلا كونه لجأ لطبيب نفسي، هلا نحن هون عندنا بيلجأ لطبيب النفسي غالبا بالسر. دائما. غالبا خلينا نقول، الا اذا كانت القصه لا في مرض عقلي واضح. هلا حتى لو لجأ بالسر انا معه، بس لجأ لطبيب. تمام؟ هي اول شغله. الموضوع الثاني الاثر الجانبي لهذا الدواء، اذا كان من الادويات مثلا مثل مضادات الذهان، هذا الشخص اللي مقابلك بياخذ هذا الدواء هو شخص مو طبيعي. يعني انت عم تحاكيه، عم تحاكي انسان
ما له طبيعي يعني. شو عم نقصد هون؟ ايه نوع ادويه الاكتئاب؟ لا أو مضادات الاكتئاب لا، بس مضادات الذهان ايه. شو يعني مضادات الذهان يعني؟ مضادات الذهان يعني هي الادويه اللي بياخذها المريض اللي عنده حالات مثل الانفصام الشخصيه اللي مثل الباي بولر ديز اوردر، هذول اللي ادويه خلينا نسميها اللي بتخبل، اللي بتخلي بني ادم انت عم تحاكيه انت بتلاقيه عامل هيك وشادي هاد نظره، او بتحاكيه 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 ممكن يجاوبك بعد شيء بعد ما تحاكيه ثلاث ساعات يقول لك ايه ما سمعك يعني، هو بالاصل منفصل عن الواقع بيكون. بالضبط، فهذا هو بالاصل عنده المشكله مو المجتمع اللي عنده المشكله، هو لجأ لهذا الدواء. تمام. موضوعنا الاجتماعي المجتمع اللي حواليك او الاسره بشكل عام هي بتبدا من الاسره المجتمع خلينا نقول، فلازم هن يحوطوا هذا البني ادم يكون في يعني. انا اليوم دائما بقول لهم اخي لما بيكون في شاب بالبيت لازم حدا يرافقه، امه ابوه اخوه، ما بصير يكون منعزل يعني ابنك او بنتك او تشوفه قاعد لحاله فتره طويله، اخي لا تتركه قاعد لحاله فتره طويله، كسر له عزلته، لو بدك تجي عليه لا عود معه انت افهم شو بده ليش انعزل، وخاصه فتره المراهقه هي مثلا. تمام. ايه فممكن صديق سوء مثلا ياخذ له طريق ما له منيح، وخاصه انه في انتشار الادويه هلا حاليا بالسوق السوداء اذا نسميها. يعني انتم بعيدين اليوم الصيادلي عن هي القصه؟ نحن بعيدين؟ لا ما لنا بعيدين، ما هي بالنهايه بتطلع من الصيادله، المبيع بده يطلع من الصيدلانه، مستودع الدواء معمل الدواء فهو منتج صيدلانه، ضعيف نفس خلينا نسميه يعني بينعطى بدون وصفه طبيه؟ ما بينعطى بدون وصفه طبيه، بس حسب متصيدل قاعد بصيدليته. لا ما في حسب، انا بشتري هذا الدواء بختم على دفتر نفسي انه انا اشتريت هذا الدواء، وبنفس الوقت بدي اجيب وصفه برر فيها صرف هذا الدواء، وبتراقب كل سنه على هذا الموضوع. بس انا فيني رفع القانون، ايه في طرق للالتفاف على القانون، بس في مخارج الصيدلاني ما بيقبل يعني. وجهه نظري انا الصيادلي كصيادلي ما بيقبلوا يكونوا بهالصوره هي، انه يكونوا بمستوى تاجر مخدرات. من هي هي مهمة انسانيه اكيد، تحياتنا لكل زملائك اكيد. ولا وبالنهايه هذا اللي بتصرف التصرف هذا هو تحت تحت مسمى تاجر مخدرات، ما عاد اسمه صيدلاني يعني، انت اشتغلت بهالطريقه هذا اسمه تجاره مخدرات ما اسمه شيء ثاني. تمام. حضرتك ذكرت من شوي انه في كثير انواع لادويه الاكتئاب، حتى في منها منشطات، شو هي المنشطات اللي او في لها انواع يعني لحتى نوع واحد؟ نوع واحد الانفيتامين او اللي بنعرف عنه بالبلد اليوم اسمه الكبتاجون، هذا دواء منشط وهو مضاد اكتئاب، واجت فتره بالحرب للاسف الشديد بسبب خلينا نسميها الحرب وظروفها القاسيه انتشر بالبلد عندنا، ضعاف النفوس، تجار ازمه، شو بدك تسميهم سميهم يعني، صفوا يبيعوا بالحبه هي اللي صارت تمشي كثير بين الناس. وكان كنا نشوف اثارها السلبيه بصراحه واضحه يعني، المشكله اللي دارس او بيعرف بيشوفه يعني بيحسه للبني ادم اللي بقابلك، انه انت بتحسيه هذا الزلمه ما عم ينام مثلا، او فايق ثلاث ايام ورا بعض، او عم يركض من قرنه لقرنه وما بده ينام وخلص. هذا يعني تلقائيا انا بعرف انه بشخصيتي انه هذا الزلمه مدمن على هيك نوع. طيب حكيم، خلينا نروح لموضوع الحلول، واذا كان عندنا حدا هيك او في شخص بالبيت هيك، قبل ما نروح لموضوع انه ممكن هو يدمن على هي الادويه او وصلنا لهي المرحله، شو هي مراحل العلاج؟ مراحل العلاج النفسي ولا مراحل العلاج من الادمان؟ اثنين. الاثنين. مراحل العلاج النفسي بدايه تبدا من الاسره. حيطوا بهالزلمه وفهموا شو بده، اسمعوا شو بده، يعني هو الدكتور النفسي بالمبدا مهمته يحكي مع المريض. ما بده يروح لعند طبيب نفسي، يكون انت طبيبه النفسي واسمع. هي كبدايه، لقينا ما في حلول، لا نروح عند طبيب نفسي، وطبيب اختصاصه نفسيه، وهذا الزلمه اللي اختصاصه نفسيه ما بيعالج بس المجانين، والله لا، كل الدنيا بيروح له عنده العالم اخصائي نفسي وبيسمع وممكن يحسن لك حياتك. بيبدا حلوله من مضادات الاكتئاب البسيطه، وممكن يوصل اذا كانت الموضوع كبير شوي لمضادات الذهان، او يوصل حتى الادويه المنشطه. بس بالبدايه ودائما الاسره هي المحيطه، هي يعني هي الجو اللي حواليك هو اللي بياسس لك، يعني اذا بتكون الاسره سويه صعب كثير يكون في مرض نفسي. اذا كانت الاسره فيها خلل لا، يعني غالبا بنسبه 90% بيكون فيه. اذا لجأ للادمان بقى بنتيجه هالادويه هي، في مشكله بيكون وعلاجها بيصير لا بتطور شوي، بصير بدها مصحات.
طب ما ممكن يكون في حلول يعني للعلاج النفسي بهي الحالات من دون ما نلجأ للأدوية؟ لا أبدا. دائما الدور النفسي الأهم بهذا الموضوع. الدور النفسي يعني أنا بالنسبة إلي أنا إذا مريض اكتئاب لا يأخذ دواء اكتئاب ولا يوصل لمرحلة لأنه تطور الاكتئاب بشع شوي اللي هو ممكن يوصل للانتحار. فلا أنا أفضل إنه لا يلجأ ويأخذ دواء ولا يوصل لمرحلة بشع شوي. قد ايه اليوم مهم حملات التوعية بهذا الموضوع؟ قد ايه مهم اليوم نشر ثقافة الوعي بالطب النفسي يعني؟ هذا لازم يكون بهالوضع اللي نحن فيه هلا. خلينا نحكي شوي هون في تسلسل احداث شوي. صح. بوقت من الاوقات نحن شباب جيشنا او شبابنا المدنيين تعرضوا من انواع القذائف او القتل او فاضطرينا بوقت من الاوقات يكون في مسكنات الم كبيره شوي. هي مسكنات الم الثقيله شوي صارت موجوده بالبيوت. نتيجه انه اخي في مصاب في جريح فهذا الدواء موجود بالبيت. انتشر هذا الدواء. صارت العالم تجي بتقلي لي مثلا والله كنت قاعده عم تجعني ايدي قامت اجت جارتي خالتي اعطتني حبه دواء يا الله مثل السحر. شو هي حبه الدواء؟ ما بتعرفي تجاوبيني. بس مثل السحر هي تروحي بتجيبي لي وسطها اسماء وبتصيري بتدوري عليها بتجيبيها. هذا الدواء ممكن يكون مورفين. وبالتالي هون كانت المشكله الكبيره هون عندنا بالبلد. هذا السبب الاساسي لنشر هي المسكنات اللي انا خلينا نقول او الثقافه السيئه بين الشباب. وطبعا هاي ظروف حرب يعني انا ما فيني اقول ما في لي يعني بلوم اللي صار انا تبي نرجع للبيت ومراقبه البيت. الاساس هي الادويه. انا اليوم لما بينكتب لك راشيته خلصت منها يا تخلص من الدواء يا احفظه بمكان يا اما لا توصفه لحدا. تمام. وانا بتمنى انك تتخلص من الدواء خاصه اذا كان مو مثلا دواء عرضي مثل فعلا هي القصه كثير بتصير انه جربوا هذا الدواء انه انا جربته ممكن تستفيد عليه جارتي استخدمته تماما روقت عليه بشكل شائع يعني وللاسف الشديد تاثير جارتي اقوى من تاثير الدكتور علي. صحيح دكتور ذكرت نقطه التاثير يعني بين شخص واخر يعني انه في اشخاص بتقول لك انا ما بروح لهي القصص وجربت وما استفدت منه وفي اشخاص يعني عم تاخذ مثلا هدول ادويه المسكنات الاكتئاب وبتاثر فيها يعني اليوم الشخص اللي جسمه نظيف ليش ما عم بياثر مع انه نحن بنعرف العكس يعني هلا اللي جسمه نظيف يعني بقولها لكل الناس جسمه نظيف بياخذ حبه مرخي عضلي ممكن ينام 48 ساعه تمام اللي مثلا في كحول بجسمه او بيدخن كثير هي ما بيتاثر هي تاثيرها شوي صعب حتى ما نشوفها نحن مثلا وقت التخدير بالعمليات بيقول لك تناول كحول او كذا لانه بيرفع جرعه ايه تماما والتدخين ايه فالتاثير هذا بين شخص وشخص بيتبع لكبده نشاطه الكبدي زمره دمه شو اخذ ادويه قبل مره شو متعاطي قبل مره شو مارق عليه قبل المره كله هذا يعني بيلعب دور بالموضوع هذا ممكن بيقولوا لك خذ حبه ثانيه بتستفيدي اكثر. طب دكتور خلينا نحكي شوي نوضح اعراض الاكتئاب كيف بتبلش مثلا حضرتك ذكرت من شوي انه المراهقين اكثر شيء بيتعرضوا لهذا الشيء كيف لازم الاهل ينتبهوا انه بلش يفوت بمرحله الاكتئاب لحتى يقدروا يتداركوا هذا الموضوع؟ فقدان الشهيه او الشهيه المفرطه قلة النوم الميل للعزلة الضحك بدون سبب أو الكآبة بدون سبب هاي كلها أعراض بتشير إنه هذا البني آدم اللي مقابلي وكمان في شغلة عدم الميل لممارسة المهام يعني مثلا بقول لك قوم مثلا نازل أنا أتمشى قوم نزل أتمشى معي ما لا خليني أحد ما بدي يمشي مو من باب الكسل لا ما بدي يمشي بميل للعزله مثلا بتشوفي انه مثلا قاعدين العيله كلها مثلا مجتمعه هو قاعد لحاله على جنب ممكن عصبيه مثلا لا هي نفسيه اكتئاب نفسي نفسيه اي وهون يعني الدور بيرجع بيتمحور كله حول الاسره انه اخي شوف يعني حتى نحن ام واب نحن الاسره لا رجع له مرته شوف مرتك او شوفي جوزك اذا في عنده هيك ميول لا في له الموضوع هذا يعني الأسرة ككل هي اللي بدها تشوف بعضها ما حدا بيراقب الثاني اليوم مثل الأسرة. قد ايه اليوم نسبة الاكتئاب بالعالم ولا عنا؟ عنا عنا سؤال محرج عنا فوق 60% احيانا يعني حق الناس حق اليوم يعني ما بدنا نقول تدخل بحالة اكتئاب ولكن الظروف بشكل عام يعني عم بيكون تأثيرها كثير سلبي يعني على انفسنا يعني بنعرف احنا من حالنا انه بين امبارح واليوم عم نفرق يعني
وللاسف الشديد هي ايام عم تروح من عمرهم يعني الواقع يعني. بالنهايه بده يكون في شغلات مثل الايمان بالله، يعني في روحانيات لازم يكون لحتى نصدق ونؤمن بالله. الشغله الثانيه يعني لازم يكون في امل ببكره، لازم يكون في امل ببكره. ما نحل اليوم اللجوء لهيك ادويه، هي ما نحل جذري يعني، ما في حل. هلا نحن اذا ما في، كيف بدي لك، اذا ما في طريق غير اللجوء لهالدواء هذا، لا جاء لهالدواء. بالنهايه انا مثلا انا بحكي عن حالي، انا لازم في الصبح انزل على شغل، بدي اقضي شغلي، بدي ارجع اشوف اولادي، بدي اقعد مع اولادي، بدي مارس حياتي كأب. فاذا ما في حل غير اني الجا لهالدواء هذا، لا بس تحت اشراف الدواء. دائما مثل ما قلنا التوعية الطبية والمراقبة المجتمعية هي كفيلة اليوم لحتى خلينا تقول تخفف من هي الآثار. واليوم هيك يعني بنتمنى بكرة يكون أحلى، ونتمنى الانفراج على جميع الأصعدة. يعني الانفراجات أكيد رح باللاوعي حتساهم إيجابيا بتحسين نفسياتنا وواقعنا. يعني النفسية يعني ما تتخيلي انه بس العالم كلها بترجع لانه الماديات، لا، في شغلات مرات انت بسيطه كثير ممكن تحسن نفسيتك. تمام. يعني كلمه صباح الخير اذا قالت بطريقه رائعه ممكن تحسن نفسيتك، كلمه شكرا على شغله ممكن تحسن نفسيتك. صباح الخير، ممكن نحن يسعد صباحك. ممكن نحن نحاول انه نطالع حالنا من هي الحاله، اني ما نفوت بحاله الاكتئاب. يعني مثل ما ذكرت يومنا عم يمرق، نزعلنا ونرضينا بقدر المستطاع نقدر انه نطالع حالنا من هي الحاله. بدنا نتشكرك الدكتور الصيدلي محمد العاقل على المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وشكرا لوجودك معنا. شكرا حكيم لكل المعلومات اللي ذكرتها، واكيد بالصحه والسلامه لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. بسعد صباحك.